السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على سليماني يحمل مسؤولية للطرف المتسبب في إقصاء المنتخب من المونديال. يعني ما غاديش تقعد كيما هكا، غادي يخرجوا ناس يهضروا، ما غاديش تبقى غير عند قسامة، ما غاديش تقعد غير عند قسامة. ديجا ضربوا سليماني، ضربها غوش دروات، ضربها هاك وضربها هاك، ضربها هاك. قالك ماشي غير قسامة، صح قسامة، بصح كنا قادرين نربحو. ما تعقلوش، كانوا يقول لك لا بغات حنا، لا بغات لي زاربيت مشرية ونربحو. حتى لهنا صح نقولو نتوما قسامة، صح معليش قضبتو السوق تاع قسامة، بصح سمحولنا. حنا انا شفت قاسما ما حقرناش في 10 ثواني تاليه، انا شفت قاسما باقي زوج دقائق حسب لنا طلع السرط. انا شفت قاسما النهار اللي حسب البنت تاع سليماني بيده، قاسما طلع السرط. نتوما كنتو تقولوا بلي قاسما ما طلع السرط، قاسما طلع السرط وتاع الفار اللي كنتو تبرؤوا، نتوما وليتو تعكسوا. تاع الفار هما اللي ردوه، قالوا له ولي لاما، قالوا له لا ما ولي تاع الفار هما اللي قالوا له لا ما. انتم قعدتوا تبرؤوا باللي قاسما ما طلعش الصوت، وتاع الفار قالوا له بنت ودايرين لنا جول من تحت بالكذب. يا دي واش صوالح، على بالك باللي مكاش من لا اله الا الله. انا لما قلت نشوف والناس كيفاش تخرج تهدر، يعني كيما شفنا ذاك المخنث التالي راه في يومين رسلوا لي واحد المقطع تاعو يقول لهم انا جامي، انا عمري لا قلت بلي الماتش يتعاود، وعمري لا قلت كاين حقائق وكاين ادله، راكم تكذبوا. تكذب، يكذب في الغاشي، قلت لكم يكذبوك. اي ضروك شنو غادي يقول توالي، غادي يحصلوا يقول لك شوبير قال الماتش يتعاود، بالشيخ قال الماتش يتعاود، رفيق واحد قال الماتش يتعاود، رضا عباس قال الماتش يتعاود، هواري قال الماتش يتعاود، قدور قال الماتش يتعاود، الاخر سبور على دي زاد قال الماتش يتعاود، فؤاد قال الماتش يتعاود. توالي كيما كيحصلوا فينا، على بالكم هذو نورمال عادي، هذو نورمال عادي، ما على بالهمش نورمال. اصحاب وجوه يدور لك نورمال، هذا ما كذا كيما ذاك اللي مركبك على ظهره، الغدوه ان شاء الله تلقى يلقاك يقول لك تاك امشي راجل، هو بايت مركبك على ظهره داير لك دعه وصباعي عايرك نورمال. تيبو رجله مطرطق قدمي، مطرطق رابط سيف ورابط كليمونجيان نورمال. هذو كيما هاك عندهم هذه العقليه، ما عادي 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 يقابلك هكا في وجهك. انا بقيت مخلوع، رسلوا لي واحد فيديو يقول واحد يقول له كيما تكذب، انا ما قلتش الماتش تاعها. يودي يكونوا رجال وخرجوا يقولوا يا ودي حنا الله غالب، حنا غلطنا وسمحوا لنا غلطنا، نورمال عادي. هو هذه اللي قلت لكم عليها، يكذبوا وكي تقول له عليك تكذب يزيد يكذب، كي تقول له عليك تكذب يزيد يكذب، خاطش كاين بزاف بي تقول له عليك تكذب، تقول لك تكذب يزيد يكذب عليك. ماشي هذه ماشي غير خطره، كاع شتي الاولى. وين اكد الدولي الجزائري اسلام سليماني انه لا يزال يشعر بالحزن بعد غياب الخوض عن منافسه كاس العالم قطر، مشير في الوقت ذاته الى انه كان يمني النفس في قياده المنتخب بلادي للمشاركه في اول مونديال عربي. وقال سليماني في تصريحات صعبة، صحيح أن هزيمتنا أمام كاميرون حدثت منذ فترة، لكن مرارة الإقصاء لا تزال في داخلي ولم أتمكن لحد الآن من تجاوزها. شوف نقول لكم كلمة، والناس غادي تنظر، الناس تاع بصح اللي غادي ينظروا، ناس اللي يبغوا للجزائر، اللي يبغوا الجزائر كانوا يحوسوا على هذا الدرابو يطلع في قطر مع الدول، مع الدول الكبيرة. خاطش علاه هذو السنين اللي فاتوا كانوا يقول لك شنو كانوا يقولوا باللي يا ودي كانوا يقولوا شنو كانوا يقولوا هذو، كانوا يقول لك الماريكان كان داخله حروبات، ما اجتمعت شابت الشعوب كما صاروا يكرهوا منها، كما صاروا يعيفوها. شنو داروا؟
قال له باش نعاودوا نردوا الشعوب ونعاودوا نردوا الشعب تاعنا ونردوا منا سايله، نظموا كاس اول كاس عالم نظموها في 94. شو كيفاش خات على كوب ديمون حاجه كبيره، بوتين باش يبين روحو باللي قوي جاب كوب ديمون حطها عنده، جاب كوب ديمون حطها عنده. الماريكان ناضت على طردوا بلاتير، بلاتير على طردوا، مي عطا كوب ديمون عطاها لقطر، داروا له 6-7. من بعد خرج لك هذاك 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 اللي يقول لهم انا مكلف بفساد العالمي، ذاك اللي قال لهم كلوا المقروطه، قال لهم انا طردته، يكذب، قال لهم انا طردته. طردت خرجوا علينا غير مهابي، لا ماشي مهابي، اصحاب مصلحه، اصحاب مصلحه. وين عاودوا نولوا الشعب اللي غادي يفيق، الشعب اللي يبغي ليكيب ناسيونال ويبغي الجزائر ويبغي ذا الاعلام باش يشوفه مع الدول الكبيره، فماك غادي نتوما نشوفوكم واش في تخرجوا لنا فيلم جديد، تخرجوا لنا حاجه جديده. وقال سليماني بتصريحات يعني وإن وأضاف كنا قادرين على التأهل للمونديال بسهولة فالرغم تعرضنا للظلم التحكيمي، قال كنا قادرين نتأهلوا بكل سهولة كبيرة يعني في مباراة العودة أمام الكاميرون، إلا أن اللاعبين يتحملون جزء المسؤولية خاصة في آخر 30 ثانية. بصح هو 30 ثانية واحد يهدر الصح، هو قاسم مركاها، هاو لو قاسما مركاها ودعمني هذا لو الشيطان، هاو قاسما ديرتوش ورافق واحد ضربها بالدماغ وحسين جند جند دخلها من تخرجوا تكذبوا كل حمير، تكذبوا اكبر يا ودي. شوف ولاد حرام انتوما على بال بلي مي كملوا 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 كاع راحوا للتريكوات، راحوا من راحوا لحسين جند، راحوا من ولاو يعايروا في كاع الغاشي، تهموا كاع الغاشي بصح حاجه واحده ما بغاش يجبدوها. كيفاش لعبنا الخطه اللي لعبنا بها ما يجبدوهاش يا ولدي، ما يعرفوش وما ما يعرفوش. واكد انه لم المس الكره بيدي في الهدف الذي سجلته خلال مباراه العوده والغاء الغاها قاسامه، وزاد كنت اتمنى ان اشعر في كنت اريد ان اشارك في مونديال، صحيح انني خاضت تجربة رائعة في مونديال قطر لكن مونديال البرازيل، لكنني لم أكن أريد تفويت فرصة المشاركة رفقة المنتخب بلادي في أول مونديال عربي. على ذيك أقولوا بلي اليوم ويد كباصات وضعوا تكباصة يعني ضعوا تكباصة بشوية، ضعوا تكباصة بشوية، وكاين واحد اللعابة غادي يفيقوا يبدا يقول لك قاسامة حقرنا، قاسامة حقرنا وقاسامة حقر باش يكونوا في القائمة، واللي يقول قاسامة ما حقرناش وحنا نتحملوا المسؤولية ما كاش القائمة، ما كاش القائمة. هذه باش يكون على بالكم، كاين اللي راه حاسبها يعني رانا غير نهضروا، هي حقيقة. دونك اللعابة هذوك اللي راهم مطرودين يحوسوا يقولوا بلي قاسامة حقرنا باش يكونوا في القائمة، هذا مكان بالتالي كاع غادي يكونوا ويكونوا في القائمة، غادي يكونوا في القائمة نورمال عادي خويا، مكاش كاع مشكلة، كاع المشاكل مكاش، حاسبينها سهلة، حاسبينها سهلة، أكذبوا على الشعب وحنايا نعيطو لكم في القائمة، وين راه الدوسي ثقيل. هيا كون نبغوا نحاسبوا هذا المدرب، وين الدوسي؟ شوف خرجنا بنقطة، ما روحناش كوب دي موند، وزدت كذبت علينا قلت لنا بلي ميلف يعني دوسي كي يسموها دوسي تريلور وقاصا ما يتعاقب. هاو مالك؟ هاو انت باغي تعيشنا انت في الشعبوية ولا؟ هاو قلنا لك ما تزيدش عليها، خسرت كوسكت 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 نورمال عادي. الدوسي بدخل روحك في الشعبوية ومنا قسمة حقار ومنا ويخلي ودرب نورمال ما يهدرش هذا الحضرة، ترجع ما تدخلش روحك في هذا الصوالح، ما تدخلش نورمال روحك في هذا الصوالح، هذا الصوالح عبا كانوا بعاد عليك وانت تلحق فيهم، وقلتها له قلت لك راك تدخل في امور لا تعنيك، تقول لك يا فلان راك تدخل في امور لا تعنيك، داخل في امور لا تعنيك.
بصح انت عجبتك الشعبويه خصب لك الدوم، ما غاديش الدوم الشعب. وقلت لك الشعب غادي دروك الشعب ما صايفيق مي تبدا كوب دافريك، سورتو مي تبدا كوب دي موند. هيا الشعب فما كي يضربها يضربها فطنه، غادي يضربها فطنه الشعب فما يضربها فطنه. انا نقولها لك ولما تنساو اعطونا جيم كومونتير وبارطاجيو لنا الفيديو، وان شاء الله معكم ديما بجديد. صحيتو خاطي.